يعني حول ضربة الجزاء شفناه متوالي العام أمام المدة ضيع ضربة نعم اليوم كنشوفوا مدة ضيع ضربة الجزاء شو مستوى واش عامل ذهني ولا أسباب أخرى؟ ما نعتبره ذهني لقاش واحد ما غادي يشكك في يعني هذه ماشي اول ضربه جزاء اللي تنفذوا هذا اللاعب اللي ذكرتي متولي يعني انا عشرته لعقد من الزمن في الرجاء مو يعني في الصغر السن ديالو تيضرب واحد الرزانه وبواحد الشجاعه يقدر يدير بانينكا في الوقت البدل الضائع يعني مي ساغيف بارفوا لقاش باش رجع لك المتولي متولي البينالتي اللي ضرب كونتر الوداد اللي بيان تيغي منفذ بطريقه جيده غير تاكناوتي مشى في المكان المناسب اذا نقدر نطرح علامه استفهام على سفيان المدن اللي تيدرب بشكل يومي على الكرات الثابته اللي منهم كذلك ضربات الجزاء والضربات الجانبيه وضرب بشكل غريب هنا ما نقدرش نجاوبك دابا مي سي كوم سا اللي غادي يضيع ضربه الجزاء هو الذي ينفذها فهمتيني من المرة الجاية نضرب أنا ضرب الجزاء ولا الرئيس باش يتحمل مسؤوليته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.